هذه الكرات والتحولات في الشوط الثاني. سوسلوف ملعوبة الكرات الأمامية، هذه الكرة خطيرة والهدف، الهدف أخيرا. زكاني ماتيا زكاني يسجل، ماتيا زكاني أخيرا. بقول لك اندفع فريق نادي لاس فيرونا، اندفع لاس فيرونا وماتيا زكاني يسجل على طول لنادي لاتسيو. إذا لاتسيو يتقدم الآن بفرحة لجماهير هنا في الأوليمبيكو. ماتيا زكاني يتقدم تقدم الحياة مستحق في الشوط الثاني، وعطفا على طريقة لعب اتغيرت بالنسبة لنادي فيرونا. فيرونا الفريق اللي أصبح يذهب بعيدا للأمام ويلعب على حساب الشق الدفاعي والتركيز، لكن شوف هنا كرة اتقطعت على طول من نص الملعب، وادي الاندفاع، وادي عدد وقلة اللعيبة اللي ما بقتش موجودة زي الشوط الأول بالنسبة لفيرونا اللي لعب بالنار في الهافتايم الثاني. حب يغير، حب ينطلق مونتيبو، حب يقفل، لكن لمسة حلوة من لويس ألبرتو. وادي زكاني لعيب اللي كان على مقاعد البدلاء هو اللي أعطى الأفضلية الآن بالنسبة لصالح نادي لاتسيو بهدف جميل جميل جميل. يتقدم نادي لاتسيو عن طريق ماتيا زكاني لاعب البديل بتاع الهافتايم الثاني لنادي لاتسيو.